حسن اول ضيوفي في هذه اللحظات. ماجد يعطيك العافيه، اليوم واضح انكم كنتم متاثرين بغياب سياو. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على التعادل، اكيد نحن غير راضيين عن التعادل، فريق دائما نحن 5 انتصارات متتاليه، اعتقد التعادل اليوم غير مرضي لنا، لكن بس ما قلت انت اليوم تاثرنا صراحه بغياب سياو، لاعب بحجم سياو، وانا اقول لك اكيد بس اي فريق بيتاثر فيه، لكن ما يعني في نفس الوقت اللي لعبه ما قصروا، والحمد لله على التعادل. يعني خروج بنقطه من ملعب الوحده مكسب بالنسبه لكم؟ والله شوف انا اقول لك يعني احسن من لا شيء، بس نحن جايين صراحه، انا اقول لك نحن جايين نفوز، جايين ناخذ 3 نقاط، لكن في نفس الوقت التعادل الحمد لله على كل حال احسن من الخساره. يعني شكرا لك مايك. شكرا.